المبادرة المواطنية، مبادرة نعم مواطنو. الكلمة عندي سي حسين. نعم سيدي. حبيت ربما يسمحوا لي هم أتكلم باسمهم. بالله ساعات نسمع بعض الأصوات التي تلوم عليها، وش عملتوا؟ هاكم خرجتوا، هاكم روحتوا، وما قدمتوا حتى شيء، والوضع ماشي ويدعم الانقلاب وما إلى ذلك. بربي اللي عنده كلمة خير يقولها، واللي عنده حاجة لازم يعملها يتفضل، أما ما يجيش يلوم على الناس اللي قاعدة تضحي وتقدم وتفعل، ويحب معناها يطيح لها المورال كما نقولوا احنا. هذا شيء غير معقول. معناه اللي حاجته بحاجه ينجم هو يقدم يتفضل، اذا ما عندوش خلي الناس تقدم ما عندها. وكهو وراهو الوعي والمبادره تتبنى تدريجيا، وبالتالي انا ناكد لك انه اكثر حاجه ساهمت في اضعاف الانقلاب هو ما حدث عندما خرجت اول مسيره. شكون بادر بها؟ بادروا بها الناس هذوما عندما كان الجميع حاطين الزاورة معناها على رؤوسهم. وقت الناس هذه هي اللي خرجت. إذا تحية للناس هذه، ونقول لهم اللي عملتوه مهم، وربما كان ينظموا أمورهم يفعلون الأفضل. يعني أنا متأكد يفعلون الأفضل، ولذلك نحن نساندهم ونقف معاهم ونخرج معاهم وندعو لهم، لأنه هذوكم هم الشعلة التي ستفعل كما قال سي الحازقي سي عزدي، قال هذوكم هم المناضلين نعول عليهم، مش مناضلي الأسماء والشهرة وما إلى ذلك. هذا ايش حبيت اقول معناه فيما يخص المبادره نعم الديمقراطيه والناس هذوما المواطنون ضد الانقلاب وغيرهم. هذه اهم حاجه لازم نركز عليها، ولانهم هما الطليعه، هما الاولانيين اللي بادروا، واظن انه كان لهم دور كبير في الحراك السياسي، وهذا الدور سيتعاظم اكثر والايام بيننا، لان نعرف الكثير منهم هما اصدقائنا، ونعرف معناها اذهانهم ايش فيها، ولنا فكرة على تاريخهم النضالي أيضا منذ الاستبداد الأسبق. طيب أنا سي هذا مراد، حبيت خليني أعطيك أقول. كلمة.